الآن. صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة، بداية الأسبوع النهاردة بتاريخ حلقة يوم الاثنين بتاريخ 25 فبراير 2019. يا رب النهاردة يكون يوم مليان بالسعادة والرضا والابتسامة. ابدأوا دايما يومكم بالابتسامة، الابتسامة بتصنع يوما أفضل. خليني أصبح على زميلتي يوستينا. صباح الخير يوستينا. صباح الخير يا ريني، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح مي، بتمنى لكم يبقى يوم حلو عليكم. خليني أذكر حضراتكم بفقراتنا اللي دايما متعودين عليها. بنبدأ دايما بفقرة الأخبار، هنتابع النهاردة فيها الأخبار الخاصة بالقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ وافتتاحها، وكمان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح القمة امبارح. وكمان فقرتنا الثانية تكون فقرة الصحافة، هنتكلم فيها ونحلل فيها أبرز المنشآت الصحفية مع ضيفنا الأستاذ عادل الصنهوري الكاتب الصحفي، هيكون فقرة مع زميلتي يوستينا مهمة جدا. فقرتنا الثالثة والأخيرة هتكون عن إزاي نرشد الاستهلاك ونواجه غلو الأسعار اللي بيشهده المجتمع حاليا، وده يكون مع ضيفتنا أستاذة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وهتكون مع زميلتي ريني. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم مرة تانية، تابعونا.